الوقت دي المرحلة التانية اللي احنا يعني، او المرحلة اللي هي قبل الاخير، اللي شوف حضرتك اللبن بدأ يعمل يطلع الشرش اهوت. هو الوقت فات كده بالظبط يجي ساعة من ساعة ما حطينا المنفحة، فات ساعة بالظبط تقريبا يعني، ساعة ساعة ل5 دقايق، قولي نعمل ساعة يعني. فاحنا دلوقتي هناخد الجبنة دلوقتي نحطها في مصفى استلس، ومصفى تصفية سريعة تاخد 2 دقيقة، وبعدين هنحطها بقى في مصفى تاني. وانا معاك اهو، هوريك كل حاجة بإذن الله، خليكم معايا. اللي اهو نفس اللي جبناه اهو بقى هنا بعيد عن البوتاجاز عشان نعرف نشتغل تمام. وهنبدأ ان شاء الله نحطها في المصفى دي، مصفى الاستلس خلاص تمام اهو. حط، شوف حضرتك، اللهم صل على النبي، شوفي حلو قوي، بيبدأ بقى ينزل الشرشة بتاعه زي ما حضرتك شايفه كده. هو لازم الشرشة بس كتير، فاحنا بنحط في المصفى دي اكبر لانها عشان تستحمل، وهي خامها واسعة شوية عن المصفى اللي هي الايه اللي هي احنا هنحط فيها التانية دي. احنا بنصفي بقى، كل الهدف من الموضوع دلوقتي ان احنا نصفي اكبر جزء ممكن، علشان هي بعد كده هتتحط، نحطها تاني، نحط بقى دي في المصفى اللي هي اللي خامها بسيطة دي اقل، ونحطها في التلاجة بقى على طول بإذن الله عشان احنا في الصيف. لو في الشتاء ممكن تبات بره عادي. حضرتك الشرشة دي المصفى بقى اللي هي هتبات فيها في التلاجة. المصفى دي بقى كل شوية تبدأ تنزل منها، تنزل في الحلة بتاعتها، وهتبقى جبنة ولا أروع من كده، ولا أي فلوس تقوليها في الفلوس في الجبنة دي صحية. وطبعا أنت زي ما قلنا في الأول، الملح اختياري زي ما أنت تحطي، الولاد بيحب الملح زيادة شوية. لو عندك حد بقى كبير هتقللي له الملح، ونغطيها كده ونغطيها ونحطها في التلاجة، وبالهنا والشفا.